تلموند، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله دائما في اطار الوصفات والشهيوات الخاصه بمائده عاشوراء المغربيه، الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو جد مميز، فبما انني غادي نصوب هذه الوصفه هذه في هذه العواشر، فقلت علاش لا ما نصورهاش ونشاركها مع الناس اللي متبعين القناه عندي ومتبعين الفيديوهات اللي كنشارك معاهم في القناه. فيديو اليوم جد مميز، اللي هي الغريبة البهلة ولكن بطريقة غريبة مميزة، وصفة حصرية على قناتي ولأول مرة في اليوتيوب. الغريبة البهلة بالكنافة وعجينة جلجلان بالمذاق ديال القرفة، كيجي غزالة بزاف لعشاق البهلة ولعشاق سلو أو السفوف، حيت هاد البهلة كتجي بالمذاق ديال السفوف أو السلو بالمذاق ديال القرفة وبزاف ديال المكونات، وكتجي هشيشة كتدوب في الفم مرطبة كتفرس غير بوحدها، وكيجي معها واحد القوام مقرمش ديال الكنافة، كتجي مختلفة على البهلة العادية التقليدية المغربية. هادي كتجي بمذاق سلو وفي نفس الوقت كتجي مقرمشة بهذيك الكنافة اللي كتكون فيها، وكذلك رطبة وهشيشة. بقوا معي ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو ونشوف المكونات وطريقة تحضير البهلة بالكنافة وعجينة الجلجلان. اول مرحله في تحضير هذه الغريبه هي الخدمه ديال الزبده ديال الجلجلان والكنافه. بالنسبه للكنافه عندي هنايا كاس د العنبه ديال الكنافه، خديت هذه الكنافه شريتها وجبتها درتها في الروبو وطحنتها حتى ولات هكذا على شكل رقيق، ما كتبقاش هكذاك خيوط طوال. غادي ناخذ هذه الكنافه غادي نديرها في مقله ونحمرها على عافيه مهيله حتى كتحمر وكتاخذ لون مذهب. الكنافه من بعد ما تحمرات كيجي اللون ديالها هكذا، ردوا البال، كتحمروها على عافيه مهيله باش ما تحرقش حتى كتاخذ لون ذهب بحال هكذا. غادي نقربها باش تشوفوها مليح، كتاخذ هذا اللون صلاة النبي كتحبسوا عليها. غادي نخليها على جنب باش تبرد وندوز للخدمه ديال الزبده الجلجلان. بالنسبه للزبده ديال الجلجلان عندي هنايا قياس 135 غرام ديال الجلجلان ابيض. هاد الجلجلان اللي كيكون هكذا ابيض ماشي الجلجلان الاخر اللي كيكون لونو احمر. هاد الجلجلان البيض راه كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، موجود من الاحسن خذوا هاد الجلجلان البيض هو باش تخدموا هاد الوصفه باش كيكون المذاق ديالو بنين ومجهد. غادي نديرها في مقله ونحمرها على عافيه مهيله حتى كيتبدل اللون ديالو من ابيض لاحمر وكيتذهب، هذا كيعني انه تقلى. الجلجلان البيض من بعد ما حمرته كيولي اللون ديالو هكذا، ردوا البال ملي تحمروه ما تحرقوش، كتحمروه غير كيتذهب كياخذ لون محمر هكذا مذهب كتحبسو. انا هنايا ملي حمرته حيدته من فوق البوطو خليته شويه حتى كتهبط درجه الحراره ديالو، ما كيبردش 100%. هنا راه باقي شويه دافي، غادي ندوز باش نديرو في الروبو. غادي نطحن الجلجلان في الروبو حتى يولي على شكل بودر ونعاود نرجع. من بعد ما طحنت الجلجلان حتى ولا هكذا على شكل بودر، غادي نزيد عليه قياس ربع كاس ديال زيت الجلجلان. القياس ديال الكاس باش تخدمو ديما كيبقى الكاس ديال العنبه. هنايا ربع كاس ديال زيت الجلجلان غادي نزيدها على هاد الجلجلان هذا. حاجه مهمه بالنسبه لهاد زيت الجلجلان باش خدمت اليوم، هادي زيت الجلجلان اللي كيكون محمر او لا مقلي. ردوا البال كتبغيو تشريوها من كارفور ولا مرجان، كاينين جوج انواع ديال الزيوت ديال الزلجلان. كاين هادي اللي كتكون هكذا حمراء هي الزيت ديال الجلجلان محمر كيكون اللون ديالها مغلوق، وكاين هاد النوع تاني ديال الزيت هادي كتباع في قراعي هكذا مغلوقين حيت كتكون زيت جلجلان اخضر، يعني هادي زيت جلجلان ما محمرش وما مقليش، اللون ديالها كيكون مفتوح بحال اللون ديال الزيت الروميه، غير هي فيها مذاق والنكهه والريحه ديال الجلجلان اللي كيكون هكذاك باقي طري. نتوما كتخدموا بهاد الجلجلان اللي كيكون محمر. غادي ناخذ هاد الجلجلان هذا نعاود نطحنو في الفود بروسيسور ولا في هاد الروبو هذا حتى كيولي جاري، الشكل ديالو كيولي بحال 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 الزبده ديال الكاوكاو غير هو مطلوق شويه. بالنسبه لتحضير الغريبه غادي نحتاج هنا عندي ثلاثه الكيسان د العنبه ديال الدقيق الخاص بالحلويات من نوع ممتاز سبق ليا وغربلتو. غادي نزيد عليه معلقه كبيره ما تكونش عامره بزاف ديال القرفه بلديه مطحونه ومغربله. غادي نزيد هنا عندي شويه ديال الملحه، قبصه ديال الملحه،
وربع معلقة صغيرة ديال التوابل المروزية ديال اللحم. سبق لي وشاركت معكم مكونات ديال المروزية ديال اللحم، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. عندي هنا كاس لروب العنبة ديال السكر غلاسي، غادي نحرك هاد النواشف مع بعضياتهم حتى كينسجموا التوابل. هنا غادي نوريكم النتيجة ديال الزبدة ديال الججلان من بعد ما طحنتها في الروبو، كتولي هكذا ملي كتزيدوا عليها هذيك الكميه ديال الزيت وكتعطيوها الطحين مليح كتنيل وكتولي هكذا على شكل زبده، ما كتكونش جاريه بزاف كلمه وما كتكونش ثاني قاصحه، كتكون القوام ديالها متوسط. الكميه اللي شاركت معكم عطوني هنا قياس كاس د العنبه، قل شويه قل سنتيم واحد كي كتشوفوا كاس ديال العنبه قل سنتيم ديال الزبده ديال الجلجلان. غادي نزيد هاد الزبده الججلان على الخليط، غادي نحرك هاد المكونات مع هاد الزبده الججلان حتى ينسجموا. كتحاولوا انكم تبسوا وتلبسوا الدقيق كامل بهاد الججلان هذا. بعد ما بسست الزبده ديال الججلان مع النواشف، غادي نزيد شويه ديال الروح ديال الزهر من نوع زوين، غير قطرات بهذا الشكل هذا، قياس واحد نص معلقه صغيره المعلقه ديال القهوه ديال موكا. وغادي نبسس هاد الغريبه بالزيت، انا هنا غادي نخدم بالزيت ديال العلفه ديال العنب. هنا عندي قياس نص كاس العنبه ديال الزيت ديال العلفه ديال العنب، توفرتوا على هاد الزيت هادي كان احسن، راها صحيه ومزيانه في الاستهلاك احسن من الزيت الروميه، ما توفرتوش عليها تقدروا تخدموا بالزيت الروميه على حسب نتوما والاستطاعه ديالكم اللي توفر عندكم. من هنايا ما كيبانش القياس ديال الزيت حيت خدمت في الكاس اللي كانت فيه زبده الججلان. غادي نزيدو على هاد الخليط هذا، وكمرحلة أولى غادي نبدا نخدم في هاد نص كاس العنبة ديال الزيت مع هاد المكونات. هنا من بعد ما بسست الخليط بهداك نص كاس ديال الزيت، كتشوفوا أنه شرب هاديك الكمية ديال الزيت. في هاد المرحلة غادي نعاود نزيد الزيت، هادشي علاش من الأحسن في الأول بداو غير بنص كاس ديال العنبة على حساب الدقيق، تقدروا تحتاجوا غير نص كاس كما يمكن لكم تحتاجوا أكثر. فهنا غادي نزيد نص كاس اخر ديال الزيت، نص كاس العنبه، انا هنا عبرت نص كاس، غادي نزيد الربع ديالو ونبسس عاود باش ما يشمتنيش الخليط، باش العجينه ما تشمتنيش ونصدق زايده كميه اكثر من داكشي اللي محتاجو الدقيق. ربع كاس وغادي نعجن. وديك الساعه ملي يبان لي الخليط راه خاصو لدام غادي نعاود نزيد. انا في هذه المرحله كيبان لي الصلع النبي من الاول بان لي بلي بركه عليها، غادي نحاول نجمع هاد المكونات ونخلطهم مليح مع بعضياتهم. العجينه مني جمعتها ولا الشكل ديالها هكذا، كفاتني فيها الكميه ديال 4 كاس الزيت اللي زدت، يعني في المجموع الزيت اللي جمعت لي هاد العجينه هي كاس د العنبه لاروب ديال الزيت، نص كاس في المرحله الاولى وربع كاس في المرحله الثانيه. بطبيعه الحال نتوما كيبقى على حسب نوعيه الدقيق باش خدامين، تقدروا تحتاجوا اكثر من هاد الكميه او الاقل. ضروري اول مرحله كتبداو غير بنص كاس باش كتشدوا العبار وانتوما اللي كتحكموا في العجينه. غادي ناخذ هاد العجينه نعطيها الكف وندلكها مليح من 5 حتى 10 ديال الدقائق، ما حدا هي كتدلكوها بالكف ديال يديكم ويديكم كتطلق الحراره وهي كتزيد تطلق وتنسجم مع بعضياتها. العجينه من بعد ما كملت الدليك ديالها جمعتها في الماليمونتير، شخصيا بقيت كندلك فيها بيديا، عطيتها الكف تقريبا واحد 8 ديال الدقائق. من بعد جمعتها في الماليمونتير غادي ندخلها للثلاجه ونخليها تبات كترتاح في الثلاجه حتى لغدا ان شاء الله عاد نكمل التحضير ديالها. الا عندكم الوقت كان احسن خليوها تبات في الثلاجه، دابا راه تقريبا 11 د الليل غادي نخليها حتى لغدا. ما عندكمش الوقت اقل حاجه تخليوا هاد العجينه ترتاح من ساعتين حتى 3 ديال السوايع. العجينه الغريبه من بعد ما دوزات ليله كامله في الثلاجه، غادي ندوز دابا باش نكمل مراحل التحضير ديالها. غادي نزيد عليها عندي هنا كاس د العنبه ديال اللوز مفسخ محمر ومهرمش هكذا رقيق، كتشوفوا الكاليبغه ولا الحجم ديال الحبات ديال اللوز، ما تخليوهش غليظ بزاف وتاني ما تنيلوهش حتى يولي على شكل بودر او اللي يتطحن بزاف ويطلق هذاك الزيت ديالو. جوج معالق صغار ونص ديال الخميره ديال الحلوه وزن 8 غرام 8. وغادي نزيد عليها قياس
جوج معالق صغار ونص ديال الخميره ديال الحلوه وزن 8 غرام. 8 غرام ديجا راه كيكون فيها قياس جوج معالق صغار. هذه المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه، جوج معلقات يعني ساشي، وهنا نص معلقه. في المجموع بالحساب ديال ساشي ساشي وربع، وبالحساب ديال المعلقه الصغيره جوج معلقات صغار ونص ديال الخميره ديال الحلوه. وما تنساوش تزيدوا شويه ديال الخميره المعجنه ديال الخبز. انا المقطع ديالها فاش زدتها ما لقيتوش، ولكن كتزيدوا قياس واحد الحبه ديال الحمص ديال الخميره وكتدلكوا المكونات. من بعد ما دلكت العجينه ديال الغريبه تقريبا واحد جوج دقائق ديال الدليك باش كتنسجم مع هذيك الخميره واللوز، غادي نزيد عليها اخر مكون اللي هو هذيك الكنافه اللي حمرت. كاس ديال الكنافه ملي كتعبروه خضر فاش كتحمروه كيتقلص الحجم ديالو بطبيعه الحال، كينقص فكتعطيني هذه الكميه هذه. نتوما كتعبروا كاس ديال الكنافه وهي خضره، كاس ديال العنبه وهي هكذاك خضره، كتطحنوها وكتحمروها، والكميه اللي عطاتكم هي باش كتخدموا. غادي نحاول نجمع هذه الكنافه ونخلطها مع هذه الغريبه بلا ما تدلكوا. هذاك الشيء علاش ملي كديروا اللوز والخميره كتسبقوهم هما الاولين باش كدلكوهم، باش ملي كتزيدوا هذه الكنافه هذه غير كتخلطوا كتجمعوا الغريبه، ما كتحتاجوش انكم تدلكوها باش ما تهرسوهاش وكتبقى هكذاك مقرمشه في وسط الحبات ديال الغريبه. من بعد ما خلطت العجينه الغريبه مع هذيك الكنافه محمره كيجي الشكل ديالها هكذا، نقرب لكم باش تشوفوا الشكل ديالها. كتشوفوها كتجي زيبغي بهذيك الشعيرات ديال الكنافه. حاولوا انكم ما تدلكوهاش، غير كتخلطوها حتى كتنسجم مع العجينه. صلاه النبي، غادي نغطي هذه العجينه نخليها ترتاح من 10 دقائق حتى لربع ساعه، عاد نقدر ندوس نشكلها على شكل غريبه. العجينه الغريبه من بعد ما خليتها ارتاحت تقريبا واحد ربع ساعه، غادي ندوس دابا باش نشكلها على شكل غريبه. غادي ناخذ الغريبه كل حبه غادي ندير فيها قياس 30 غرام. انا هنا غادي نستعين بميزان باش كيجيوني الحبات كلهم في قياس واحد وحجم واحد. كل وحده غادي ندير فيها قياس 30 غرام. وانتم كيرجع لكم، بغيتوا الغريبه صغيره كديروا قل، بغيتوها كبيره كديروا اكثر. 30 غرام بالنسبه للغريبه كتجي قياس متوسط. غادي نكورها بهذا الشكل هذا، نحاول انني نرقق ليها الجناب باش كتجي كطاسه مبوقه من الوسط والجناب ديالها رقاق. ردوا البال ما تضغطوش عليها بزاف حتى تواطيوها. وغادي نستفها في اللاطه ديال الغريبه. الغريبه من بعد ما كملت التشكال ديالها غادي ناخذ شويه ديال الماء ونديرو في الجناب ديال اللاطه. حاولوا انكم ما تخليوش الماء يقيس الغريبه. سبق لي وسخنت الفران على درجه حراره 190، خليته كيسخن من الفوق. غادي ناخذ هاد اللاطه نديرها في الرف التحتاني كاع ونخلي شاعله عليها شويه حتى كتبدا كتفكع وكتشقق. من بعد ما كتبان لكم تشققات كتاخذوا اللاطه كديروها في الرف الفوقاني، كتطفيو شويه، كتنزلوا درجه حراره 190 ل180 وكتخليوها كتكمل الطياب ديالها من التحت حتى كتذهب. ردوا البال، هي راه اللون ديالها اصلا مخلوق بهذيك الزبده ديال الججلان والقرفه، فردوا معها البال في الطياب باش ما تشمتكمش باش ما تحرقش. الشكل النهائي ديال الغريبه البهله من بعد ما كطيب كتجي هكذا، كتسربيوها بطبيعه الحال مع كاس دتاي ولا قهوه على حساب نتوما والاختيار ديالكم. وبطبيعه الحال طريقه الطياب كترجع لكم، الناس اللي كيبغيوها طيبه عاديه اولا الناس اللي كيبغيوها تكون محمره من الوجه ديالها، هادشي كيرجع لكم. كتجي غزاله، اللون فيها كيجي رائع، قهويه مفتوحه. اما المذاق ما نعاودش لكم، شي حاجه ما دايراش وما كيناش. وسائل التواصل الاجتماعي كما ولفتكم على قناتي شهوه دار المخزن، والهشاشه كتجي رطبه كتذوب في الفم رائعه، وفي نفس الوقت هي شيشه كتجي مقرمشه بدوك الشعيرات ديال الكنافه. كتكونوا كتاكلوا الحبات ديال الغريبه كتحسوا بها شيشه كتذوب في الفم في نفس الوقت مقرمشه
كيجي واحد القوامة رائع. متأكدة مليون في المية الناس اللي غيجربوا هذه الوصفة غيدعيوا معايا وغيرحموا لي الوالدين، وإلا قدموها للناس أو للضياف كونوا على يقين غيطلبوا لكم الوصفة وطريقة تحضير. نتمنى من الناس اللي غادي يجربوا هذه الوصفة ردوا عليا الخبر في التعليق كي كانت النتيجة ديالها من ناحية المذاق والقوام والتقرمشة. ما بقى لي نقول لكم بصحة والراحة. إلا عجبتكم لا فيديو ديال البهلة بالكنافة والزبدة ديال الجنان ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناة مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم جديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على كلامكم الطيب. نتلقى بكم ان شاء الله في فيديو الجاي. على بروشين، تشاو.